مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة حلقة اليوم هتكون غاية في الأهمية، لأن عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وكل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، خصوصا كمان في ظل استعدادات الفريق الأول لمباراة الغد الهامة جدا أمام الاتحاد السكندري. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ وليد زينهم الناقد الرياضي، وهنستفيض في الحديث معاه في بعض الأمور، وهنتطرق للجانب التحليلي شوية قبل مباراة بكرة بإذن الله تعالى. خلينا الأول نروح نشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري. فايلر يعلن قائمة الأهلي والفريق يدخل معسكرا مغلقا الليلة. عبد الحفيظ، مباراة الاتحاد صعبة وهدفنا مواصلة الانتصارات. حسام البدري يستقر على ضم 40 لاعبا للقائمة المبدئية استعدادا لتصفيات المونديال. وصلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019. طيب خلينا نبتدي بمباراة القمة، هي فعلا مباراة قمة، أهلي واتحاد، ليه قمة؟ القمة بيبقى ليها يعني جوانب معينة كده، تعرف إن دي مباراة قمة لما يكون بيتوفر فيها بعض الأمور، زي إيه؟ زي الجانب الجماهيري، الجمهور مش هيحضر، لكن هنا جمهور كبير جدا للنادي الأهلي، وهنا كمان جمهور كبير جدا للنادي الاتحاد. طيب، جدول الترتيب، الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري والاتحاد في المركز الثاني في هذا الجدول، فبالتالي هي فعلا مباراة قمة، مباراة قوية جدا، غاية في الأهمية بالنسبة للفرقتين، بالتحديد اللي يخصنا احنا النادي الأهلي واللي بيستعد لهذه المباراة بكل قوة، لأن هي في الحقيقة بإذن الله تعالى لو الأهلي فاز بكرة هتبقى خطوة مهمة جدا جدا في مشواره في بطولة الدوري، برضه عشان نبقى متفقين مع بعض. وفي جزئية مهمة عايزين نتكلم فيها، وهي نغمة حسم الأهلي بطولة الدوري، لا لسه خالص، كلام غير منطقي بالمرة، كلام مش موجود على أرض الواقع، مش في الكورة، مش من بدري قوي كده. الأهلي ماشي كويس، طبعا ماشي كويس جدا، انتصارات متتالية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خطة ثابتة طبعا خطة ثابتة، لكن الحسم لسه بدري، أنت عندك منافسين كتير جدا في بطولة الدوري، وعندك أسماء كبيرة ممكن ترجع لك في المنافسة زي نادي الزمالك، نادي كبير ظروفه ملخبطة اليومين دول في الحقيقة، لكن في أي حال من الأحوال بيقدروا إن هم يرجعوا في المنافسة، مش هيرجعوا لو أنت استمريت كده إن شاء الله يعني. الجزئية التانية نادي بيراميدز مثلا، بيراميدز النتائج متذبذبة شوية، لكن في نفس الحال يعني هم عندهم لاعبين جيدين جدا جدا، واكيد هيجيبوا مدير فني جيد، طبعا عندهم كابتن زيزو امبارح عملوا مباراه حلوه امام المصري بورسعيدي، المصري كمان من ضمن الفرق الثقيله اللي عندهم جهاز فني كويس، الاتحاد والمقاولين ماشيين كويس جدا، فبالتالي نغمه الحسم مش في صالح النادي الاهلي، واعتقد ان جمهور النادي واعي جدا جدا لهذا الفخ اللي مش هيقع فيه بكل تاكيد، والمركز جدا على مباراته الاخرى مع فريقه، بنساند بندعم بنشجع فريقنا في كل التحديات اللي بيخوضها. مباراة الدوري طبعا تحدي مهم جدا، مقبل بعد مباراة الاتحاد على ملف الافريقي واستكمال هذا الملف من خلال مباراة بلاتينيوم ان شاء الله في استاد السلام، طبعا خطوة هتكون ايضا مهمة جدا، فواخدين كل مباراة على حدة، من ضمن اهم الخطوات في مشوار بطولة الدوري اكيد اكيد مباراة الاتحاد السكندري، مباراة هتبقى صعبة ومفتوحة وقوية جدا من الناحية الفنية، وان شاء الله هنستمتع فيها، وان شاء الله هنفرح بعد الماتش بفوز النادي الاهلي في هذه المباراة، مع كامل التقدير والاحترام لفريق كبير جدا زي الاتحاد السكندري، مع جهاز فني مميز كابتن طلعت يوسف، لاعبين مميزين، ومباراة من كل تأكيد هتكون صعبة، بالتالي المنافسة على بطولة الدوري موجودة، لأن النقطة دي لازم نركز عليها، ولسه بدري على بطولة الدوري. خليني أقول لحضراتكم أهم أخبار الفريق النهاردة، والمران يعني بيخلص في هذه اللحظات، وهيتم الإعلان عن القائمة، وأول بأول هنقول لحضراتكم كل الجديد، لكن زي ما احنا عارفين الفريق بيختتم تدريباته النهاردة، النهاردة كان المران الأخير استعدادا لمباراة الغد، مران مهم جدا، وبيضع فيه مستر فايلر الرتوش الأخيرة عن أو على هذه المواجهة القوية، بالتالي تدريبات كانت قوية واستعدادات مهمة بالنسبة للفريق، كان كمان أو هيبقى في محاضرة بالفيديو بالنسبة للاعبي النادي الأهلي النهاردة بالليل، هم هيخلصوا التمرين بعد كده هيتحركوا لإحدى الفنادق القريبة من الاستاد اللي هيستضيف هذه المباراة،
وبعد ما يوصلوا ان شاء الله لمقر الاقامه بتاعهم هيبقى في وجبه عشاء، وبعد وجبه العشاء ده اللي بيحصل يعني، بعد وجبه العشاء هيبقى في محاضره فنيه مستر فايلر هيركز فيها على بعض الامور الاخيره قبل مباراه الغد، وكمان هيدي بعض التعليمات في ظل التعامل مع نقاط القوة والضعف في فريق الاتحاد السكندري احد اهم الفرق هذا الموسم في بطولة الدوري. من ضمن الاخبار اللي سارة برضو، ياسر ابراهيم بينتظم في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد، وهو عارفين ان ياسر ابراهيم كان عنده شد في العضله الضمه وكان بيتعالج من هذه الاصابه على مدار الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا، وبعد كده ان شاء الله هو مستمر في العلاج لحد بعد بكره، بعد بكره ينضم للتدريبات الجماعيه بعد ما تنتهي مباراه الاتحاد على خير باذن الله. وعوده ياسر اكيد هتبقى مهمه، ممكن واحد يقول ما هو ياسر كده كده لما كان جاهز ما بيلعبش، لا انت الاهم بالنسبه لك ان الكل يبقى جاهز، الكل يبقى متاح للجهاز الفني، الجهاز الفني بقى ليه حريه الاختيار مين يلعب ومين ما يلعبش، وده دايما دايما الاهم في كل الاحوال الاهلي يكسب. فبالتالي نتمنى كل التوفيق. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه تصريحات مهمه جدا النهارده، وقال ان احنا بنحترم فريق الاتحاد وقال ان هدفنا دايما الفوز. قال ان الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني عندهم امكانيات كبيره جدا ومميزين جدا منذ انطلاق الموسم وبيظهروا بمستوى طيب. وكمان بيقولوا ان او قال كابتن سيد عبد الحفيظ ان مباراة الاتحاد هتكون غاية في الصعوبة خصوصا في ظل مستوى الفرقتين وفوز الاتحاد في عدد من المباريات وتحقيق نقاط ثلاثة أخيرة في المباراة السابقة بالنسبة لهم، وعندهم دوافع وإمكانيات كبيرة. كابتن سيد تطرق كمان لأهمية المرحلة، إن المرحلة دي مهمة جدا وهي جمع أكبر كم ممكن من النقاط، وإن شكل المنافسة لسه موجودة والمستويات عند المنافسين كلها مرتفعة، وقال ان لعيبه النادي الاهلي عارفين اهدافهم وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم ان هم ان شاء الله باذن الله يحققوا كل اللي بيتمناه الجمهور الاهلاوي. خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر ونروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كيمو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، كل التحيه ليك والمشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، الجديد عندك ايه كواليس الاستعداد لمباراه بكره ان شاء الله؟ اتفضل. كالعاده طبعا يا عمير، يمكن بيختتم النادي الاهلي تدريبه قبل المباراه، كل تدريب طبعا كل مباراه بتكون قبل التدريب 24 ساعه، بيكون التدريب مسائي كالعاده للدخول في معسكر مغلق. النهارده التدريب بدا 4:30 يعني 20 دقيقه كالعاده، المفروض التدريب يكون 4 لكن 20 دقيقه كانت محاضره فنيه كالعاده، محاضره فيديو لمستر رينيه فايلر اللي متعود بشكل مستمر يكون في قبل انطلاق المران 25 دقيقه او 20 دقيقه بتكون محاضره فيها كل الامور اللي حابب يوصلها لعيبه النادي الاهلي، كل نقاط القوه والضعف، التمركزات، كل الامور الخاصه بالتكتيك، لان كمان المباراه زي ما انت اتكلمت امير مباراه غايه في الصعوبه، كل المباريات بالنسبه للنادي الاهلي غايه في الصعوبه، لكن مع الترتيب ومع المستوى الجيد اللي بيقدمه الاتحاد السكندري طبعا مع الكابتن طلعت يوسف اللي بيجيد التكتلات الدفاعيه ومحتاجه حلول كبيره جدا فنيه من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر، فان شاء الله باذن الله يعني تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي المعروفه، النادي الاهلي هو هدف واحد يا امير في كل المباريات وهو الثلاث نقاط والانتصار، فده اللي احنا اكيد يعني في كل مباراه وبكل تدريبات بنشوفها بس ده بنلمسه مع اللعيبه مع التدريبات مع الالتحامات القويه والروح الكبيره جدا اللي جوه اللاعبين، التحامات بتكون قويه لكن في حفاظ كبير جدا على كل اللاعبين، انكار الذات يا امير كمان في التدريبات واضح بشكل كبير جدا، الهدف واحد زي ما بناكد لكل اللعيبه، ما فيش حد عايز يكون متواجد بصفه مستمره، الكل هيكون متواجد، بناكد على دي المعلومه وبناكد على دي النقطه لان مباريات كثيره والمباريات كمان ورا بعض يعني كل مباراه بتكون ثلاث ايام مباراه ثلاث ايام مباراه، فالامر بالنسبه للعيبه هيكون في لود كبير جدا عليهم، لكن مع الريكفري الكبير مستر توماس سبينك طبعا مخطط الاحمال اللي بيقوم بدور كبير جدا في التاهيل والريكفري للاعبين، فان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون جاهزه بشكل كبير لمباراه الاتحاد السكندري. النهارده التدريب يا امير طبعا الجزء الاول كان 15 دقيقه بدني والجزء الثاني بالكامل تكتيك وتمركزات وعرضيات كورسات شوتنج على المرمى كرات ثابته، يمكن التدريب شغال حتى هذه اللحظه يا امير، لكن في يمكن اللي احنا شفناه من بدايه المباراه كده، انا شفت رامي ربيعه يعني مش لابس الاسترز او مش لابس فلات طبعا في رجليه وعقب التاهيل مباشره يمكن دخل على الجيم، فمن الواضح ان رامي ربيعه لن يكون متواجد في القائمه، احنا في انتظار طبعا خروج القائمه، لكن بالشكل العام امير اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب يعني ما شاركش فيه التدريبات الجماعيه بالكامل، وامس امبارح كمان لم يشارك في التدريبات الجماعيه كده، يبقى رامي خلاص بنسبه كبيره بره المباراه دي. من الواضح يعني يعني حتى دي اللحظه الواضح اللي امامنا والمشهد اللي امامنا كده، الكل طبعا بقى بالنسبه لمحمد مصلي جاهز بشكل كبير جدا، كويس النهارده طمنا عليه من طبيب النادي الاهلي كويس، سمعنا طبعا والالام البسيطه جاهز، عمرو السوليه اللي بيبقى على مجهزيته بشكل كبير، يعني طبعا هي حاله الاعاقه
صعبه شويه على عمرو السوليه، لكن حتى هذه اللحظه متواجد وبيأدي بشكل كبير جدا وفرصته كبيره جدا ان شاء الله ان يكون متواجد. احمد فتحي ايضا كمان بيأدي بشكل طيب جدا النهارده، الورم راح بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه في شغل بدل معاه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لان كان في رشح بسيط على الركبه كده اثر عليه شويه الايام الماضيه، لكن النهارده الحمد لله اطمنا عليه. الكل بقى غير متواجد بقى، يعني كل اللعيبه بالكامل اللي متواجده بتأدي التدريبات بكل قوه. النهارده الفصل اللي اكيد بيقوم بيه الجهاز الفني صباحا بيكون في تدريب لكل اللعيبه المستبعده او كل اللعيبه اللي مش هتشارك في المباراه، فرض المناخ الطيب او فرض المزيد من التركيز من الجهاز الفني، ده امر مهم جدا. صباحا كان في طبعا عمر حمدي وصلاح محسن وصالح جمعه وحسين السيد ومحمود كهربا كمان، البرنامج الموضوع ليه النهارده كان بيتدرب ايضا صباحا مع كل اللاعبين. الحمد لله امير، يعني الحاله مطمئنه، الحاله المعنويه للعيبه مرتفعه بشكل كبير. يعني تمنياتنا بقى ان شاء الله غدا تكون التوفيق مع النادي الاهلي، الظروف كلها تكون معانا، التحكيم ناخد حقنا بلغه الكوره، وباذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي امير. ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ومستنيين منك طبعا القائمه اول ما تخرج باذن الله تعالى، قائمه مباراه الغد. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي لنا كل الاخبار اللي بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي الاخيره لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري. طيب خلينا نستعرض جدول الدوري مع بعض كده. جدول الدوري الاهلي متصدر برصيد 21 نقطة من 7 مباريات و7 انتصارات ما شاء الله. الاتحاد السكندري في المركز الثاني لعب ماتشين زيادة عن النادي الاهلي، عنده 20 نقطة، فاز 6 ماتشات، تعادل ماتشين وخسر مباراة واحدة، نتائج جيدة في الحقيقة بالنسبة للاتحاد السكندري. المقاولين في المركز الثالث لعب 9 ماتشات برضو وفاز 6 وتعادل 1 وخسر 2. الزمالك في المركز الرابع 8 ماتشات، فاز 4 تعادل 2 وخسر 2، عنده 14 نقطة. بعد كده بيجي سموحة، انتاج الحربي، بيراميدز، امبي في المركز الثامن، اسماعيلي التاسع، حرس الحدود العاشر، الجونة 6 نقاط ورا بعض كانوا مهمين جدا بالنسبة لهم مع كابتن رضا شحاتة قبل بيدرو ما يتم الإعلان عنه بالأمس. في المركز ال 11 بيدرو المدير الفني البرتغالي اللي كان مساعد مستر مانويل جوزيف فترة من فترات في النادي الأهلي. طنطا في المركز ال 12، المصري 13، مقص 14، طلع الجيش 15، نادي اف سي مصر 16، وادي دجله 17، واسوان في المركز الاخير المركز ال 18. طيب خلينا نتكلم عن محمد صلاح وانجاز الامس. هو فعلا انجاز، لان اول لاعب مصري يفوز بهذه البطوله، بطوله كاس العالم للانديه. كان نفسنا يبقى عدد كبير من اللاعبين المصريين يفوزوا بهذه البطوله لما كان النادي الاهلي بيشارك، لكن احنا يعني وصلنا لافضل انجاز كان الميداليه البرونزيه. لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله ليه لا، هيقدر النادي الاهلي يفوز بهذه البطوله. احنا طموح جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى كده، الفوز باي بطوله حتى لو بطوله كاس العالم. لكن المهم صلاح عمل انجاز كبير جدا، خد افضل لاعب في البطوله وكان مؤثر على مدار المباراتين. المباراه الاولى صنع هدف، المباراه الثانيه كان لعيب مؤثر جدا في مباراه النهائي امام فلامينجو، وانجاز بالنسبه له جديد ويحسب لمصر في كل الاحوال، لان نجمنا المصري دايما بنفتخر به محمد صلاح. يعني فشيء جيد ومهم، نتمنى له الاستمراريه في الحقيقه، لان دايما دايما الواحد بيبقى فرحان قوي وبيبقى متحيزين جدا ليفربول، حتى لو بعضنا ما كانش بيشجع ليفربول من زمان، ابتدينا نشجع اكتر لما صلاح بقى موجود، فمتحيزين عشان علم مصر، عشان اسم مصر. وكمان صلاح بعد المباراه امبارح كان ماشي بعلم مصر بعد ما فاز، يعني ده شيء طبيعي ومهم جدا وحاجه مميزه في الحقيقه. فالف الف مليون مبروك لنجمنا المصري، وان شاء الله يكون عنده الاستمراريه في هذه الانجازات ويقدر يجيب البريمير ليج لجمهور ليفربول السنه دي. هم اقرب بعد كمان فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي امبارح، واعتقد المباراه الجايه لليفربول مع ليستر سيتي لو فازوا كمان كده يبقى بعده كتير جدا. فنتمنى لهم كل التوفيق علشان نجمنا المصري محمد صلاح. يا جماعه ارجوكم اطفوا التكييف، اطفوا التكييف، مش عارف اتكلم. موضوع صعب جدا، الدنيا ساقعه خلقه اساسا. طيب خلينا نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام 50,000 جنيه لكل لاعب بالاهلي بعد الفوز في 6 مباريات متتاليه بالدوري. المسا بشعار لا بديل عن الفوز، الاهلي يلتقي الاتحاد غدا، الاحمر عينه على النقاط الثلاث لتوسعه الفارق على القمه مع سيد البلد.
الأخبار المسائي، جلسات تحفيزية، الأهلي جاهز لزعيم الصغر وفايلر يحدد مهام اللاعبين. الجمهورية في مسألة حسم صفقة الميركاتو، الأهلي يرفض الاستعجال. الأهرام المسائي، الأهلي في حيرة هجومية، فايلر يتمسك بإليكي والإدارة ضد الهداف النيجيري وتصاعد أسهم نوكس. الأخبار، الأهلي المهاجم المرشح لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، لاعب الدوري الألماني ينافس النيجيري إليكي وغضب من لائحة الجبلات. المصري اليوم، فايلر يرفض رحيل أزارو في الانتقالات الشتوية، قيد المهاجم الأجنبي الجديد على حساب جيرالدو، عودة فتحي والسولية أمام الاتحاد. اليوم السابع، جلسة خاصة لإخماد صورة وليد أزارو في الأهلي، المهاجم المغربي يؤجل البت في عرض الوداد، فايلر يمنح الضوء الأخضر لرحيل صلاح محسن ومعسكر مغلق قبل مواجهة زعيم الصغر. الوطن، الأهلي يكثف تحركاته لضم مهاجم اللوزرن وتغييرات في التشكيل أمام الاتحاد، فتحي والسولية وربيعة جاهزون لموقعة زعيم الصغر، صلاح محسن يوافق على الإعارة وفايلر يعالج أجزائه نفسيا. الدستور، السولية وفتحي وربيعة جاهزون والتخطيط لن نزايد على ظهير إمبي، الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لموقعة الاتحاد غدا. طيب نبتدي بالأهرام، نشوف الأهرام كتبت إيه عن النادي الأهلي النهاردة، وبتقول 50,000 جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد الفوز في 6 مباريات متتالية، وده بيبقى طبق اللايحة. اللايحة يعني من ضمن البنود اللي فيها أن أنت مثلا لو كسبت 6 ماتشات فتقريبا مبلغ اللي هتاخده ما يقرب من 50,000 جنيه. الأهم أنا بالنسبة لي، أنا مش مهم اللايحة، الأهم بالنسبة لي إيه؟ أن الأهلي ملتزم بأي حاجة في لايحة الفرق المختلفة، مش فريق الكرة بس. الالتزام بالمواعيد ده امر مهم جدا، ما فيهوش هزار في النادي الاهلي، ليك مستحقات في ميعاد كذا بتبقى موجوده، حتى لو اتاخرت 2 3 أيام موجوده هتاخدها. عمر ما النادي الاهلي اثر في مستحقات لاعبيه، فدي جزئيه مهمه جدا من ضمن الجزئيات اللي بتنجح اي منظومه. لما تبقى انت في التزاماتك ماشي بشكل جيد مع لاعبي فريقك، اكيد الفريق هيبقى كويس. ده اللي بيحصل في الحقيقه في النادي الاهلي، واللي دايما ان شاء الله هيحصل، حتى لو في ظروف معينه بتمر بيها الرياضه المصريه بشكل عام، ودي حقيقه. لكن في كل الاحوال انت ككيان كبير زي النادي الاهلي ملتزم، وده اللي بيحصل وموجود في النادي في الحقيقه. فمكافآت كلام من ده، هم طبعا يستحقوا مكافآت كل حاجه طبقا للائحه، وان شاء الله يستمروا المكافآت تزيد بالنسبه لهم، عشان احنا عايزين نفرح، مش عايزين اكتر من كده، ان الاهلي يفوز في كل مبارياته المختلفه، او في الاهم ان انت تفوز بالبطوله، لان انت وارد يقع منك مباراه او حاجه في اي بطوله، ده طبيعي جدا تلعب كره قدم يعني. لكن الاهم الناتج في النهايه ايه؟ حصد الالقاب، ده باذن الله يحصل. طيب المسا، موضوع المستحقات ده بيبقى فيه متابعه اول باول من الكابتن محمود الخطيب بنفسه يعني في الحقيقه. المسا، بشعار لا بديل عن الفوز، الاهلي يلتقي الاتحاد غدا، والاحمر عينه على النقاط الثلاث لتوسعه الفارق على القمه مع سيد البلد. مباراه طبعا زي ما حضراتكم عارفين مدى اهميتها بالنسبه للفرقتين، الاهلي عايز يكسب والاتحاد عايز يكسب، طموحاته واضحه السنه دي ان هو عايز يكسب وعايز يحقق انجاز جديد بالنسبه له الموسم ده. فبالتالي احنا نتمنى لهم كل التوفيق طبعا الاتحاد السكندري في معاده مباراه الغد بصراحه، يعني بعد مباراه بكره ان شاء الله ربنا يوفقهم، لان من الانديه الجماهيريه والعريقه في تاريخ الدوري المصري. فالفرقتين هيبقى عينيهم على الثلاث نقاط، من هنا هتيجي متعه هذه المباراه، والاهم ان شاء الله الاهلي يكون موفق يعني. خلينا نروح للاخبار المسائي، وبتتكلم على ان في جلسات تحفيزيه في الاهلي من خلال تجهيز اللاعبين لمباراه الاتحاد، وفايلر يحدد مهام اللاعبين. الاهلي جلسات تحفيزيه ده بيبقى طبيعي يعني، هم اللعيبه مش خلاص مش محتاجين تحفيز ولا حاجه، انت اي مباراه الاهداف واضحه بالنسبه لك معروفه الفوز. فبالتالي لكن بعض التعليمات هي اللي ممكن تكون موجوده، بعض النصائح من المدير الفني للاعبين اللي ممكن يكونوا متواجدين في هذه المباراه، كلها امور بتحصل قبل اي مباراه في الحقيقه. لكن طبعا في اهتمام اعلامي كبير جدا بمباراه الاتحاد السكندري، نظرا لاهميتها الكبيره ونظرا لان المباراه ما بين الاهلي المركز الاول والاتحاد المركز الثاني، فمن هنا جاي اهميه هذه المواجهه في الحقيقه.
فنتمنى كل التوفيق ان شاء الله. نروح للجمهوريه. الجمهوريه بتقول موضوع اللاعب اللي هيجي الاهلي، يعني بتقول لك مساله حسم صفقه الميركاتو والاهلي يرفض الاستعجال، دي حقيقه يعني، ده عنوان موفق جدا. والشيء بالشيء يذكر، يعني خلينا كده نفكر بعض. لما الاهلي كان متعاقد مع مدير فني لما مشي لاسارتي، وكنا بنجيب مدير فني، فالبعض قال لك الاهلي خد وقت كبير قوي، هو الاهلي اتاخر في الاعلان عن مدير الفني ليه؟ عدد كبير جدا من الاسماء اتقالت في التوقيت ده، كتير قوي قوي، كنا كل يوم مع حضراتكم نقرا اسماء وجنسيات مختلفه يعني. والاهلي خد وقت وتريث وجاب مدير فني مميز، واجه انتقادات او ما تم الاعلان، لكن كان مدير فني لم يذكر في الترشيحات، وفي نفس الوقت نتائجه ما شاء الله لحد دلوقتي ممتازه، فدي نتيجه التريث في الاختيار، حاجه تحسب للمسؤولين في النادي الاهلي في الحقيقه. واضح كده ان النادي الاهلي ماشي بنفس السياسه في موضوع المهاجم. هتقول لي ما احنا كده كده طبيعي الاهلي ممكن مش شرط يعلن في شهر 12 ولسه شهر 1 ما جاش. اوكي، لكن في تحضيرات، في بلان ايه، بلان بي، يعني لو ما جاش اللعيب الفلاني هجيب اللعيب الفلاني، مراكز الاولويه بالنسبه لي مركز كذا، لو ما لقيتش اللي انا عايزه قوي في المركز ده هجيب خلاص ممكن اجيب لاعب في مركز تاني. فالناس النادي الاهلي شغاله بشكل كويس جدا في الملف ده، هو مش واحد بس، عدد من المسؤولين اكيد يعني، بالاضافه للجنه التخطيط وايضا مدير الفني، وبيتناقشوا بيشوفوا الانسب ايه يعني. فمفيش فعلا استعجال، وان شاء الله قريب قريب لما يلاقوا الاختيار الانسب لصالح الفرقه اكيد النادي الاهلي هيعلن باذن الله. نروح للاهرام المسائي. الاهرام المسائي بتقول ان الاهلي في حيره هجوميه وفايلر يتمسك بليكي، والاداره ضد الهداف النيجيري وتصاعد اسهم نوكس. نوكس ده اعتقد لاعب من ضمن المرشحين. بالمناسبه يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان مش اليكي بس المرشح، في عدد من المرشحين، مش اليكي اللي استم الاستقرار عليه لسه، ممكن يكون هو، ممكن يكون لاعب تاني، ممكن يكون لاعب في مركز اخر غير مركز المهاجم، وده هنشوفه خلال الفتره الجايه من خلال متابعتنا طبعا. والامور هتتضح من الاخر يعني بشكل اكبر في شهر يناير، مع بدايه شهر يناير يعني ان شاء الله يعني. لكن اكيد احنا عندنا كل الثقه في لجنه التخطيط والجهاز الفني، والجمهور اكيد واثق فيهم بشكل كبير جدا. لكن موضوع ان الراجل مدير فني متمسك بحاجه، هو حقه، لو هو متمسك هو مدير فني حقه ان هو يتمسك. الاداره ضد اللي هو متمسك بيه، مش كده، ما تبقاش ان هو ضد الاداره يعني عكس الراجل وخلاص، لا، ممكن يكون ليهم وجهه نظر، ممكن، انا مش باكد، ممكن يكون ليهم وجهه نظر. لما يبقى ليهم وجهه النظر دي بيعرضوها على المدير الفني، وانا زي ما قلت لحضراتكم امبارح المدير الفني هو اللي بياخد القرار النهائي، والاداره بتلبي هذا القرار بس، الدنيا بتمشي كده. لكن ما فيش لا ازمات ولا ده ضد ده ولا ده ضد ده، يعني الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا وبسيستم النادي الاهلي المعروف يعني. ده فيما يتعلق بالاهرام المسائي. نروح للاخبار. الاهلي بيقول ان المهاجم، يعني مصدر بيقول ان المهاجم مرشح لا يحمل الجنسيه الاسرائيليه، ده امر مفروغ منه يعني يا جماعه، امر مفروغ منه، عمر ما حد هيجيب لعيب، الموضوع مفروغ منه. لاعب الدوري الالماني ينافس النيجيري اليكي، في اكثر من لاعب ينافس اليكي، وغضب من لائحه الجبليه. هو فيما يتعلق بلائحه الاتحاد الكره وان ازاي يتم المناقشه فيها مع الانديه، وان اتحاد الكره عمل اللائحه وبعتها للانديه ان هم يوافقوا، ولازم انت تقول لائحتك هتبقى ايه، وبعد احنا نقول اقتراحاتنا كانديه مش اهلي بس يعني. فالملف ده يعني شائك شويه، هنشوف الامور فيها يحصل فيها ايه يعني بخصوص لائحه الاتحاد المصري لكره القدم، وهي بتتعدل المفروض خلال الفتره دي. المصري اليوم، فايلر يرفض رحيل ازارو في الانتقالات الشتويه، وده حقيقي. قد المهاجم الاجنبي الجديد على حساب جيرالدو عوده فتحي والسوليه امام الاتحاد. موضوع جيرالدو لسه، وبالمناسبه كانت سيد عبد الحفيظ ليه تصريحات النهارده يعني، قال لك ازارو موجود، جيرالدو ما جالوش اي عرض وموجود في حساباتنا، لسه ما خدناش قرارات بخصوص مين هيقعد ومين هيمشي. فبالتالي رحيل ازارو، وزي ما قلنا لحضراتكم واكدنا امبارح، ازارو مكمل مع النادي الاهلي، ازارو ما جالوش اي عرض، ازارو نقطه مهمه قوي مش معروض للبيع اصلا. الاهلي ما عرضش وليد ازارو للبيع علشان يجي له عروض، ورغم كده ممكن يجي له عروض لان هو لعيب داخل النادي الاهلي ولعيب بمقومات فنيه جيده. لكن الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في الاهلي؟ لما يجي لي عرض ادرسه، المصلحه العامه ايه؟ ان اللاعب يكمل هيكمل، المصلحه ان اللاعب يمشي هيمشي.
حسب رؤية الناس اللي موجودة جوه المطبخ جوه هناك، المسؤولين على الفرقة هم اللي عارفين الصح ايه وهم اللي هياخدوا القرار. ان شاء الله يكونوا موفقين، وارد ان انت تكون موفق في قرار، وارد ان انت تكون غير موفق في قرار، ده طبيعي في الدنيا. لكن هنشوف هم هيستقروا على ايه في النهايه. لكن ازارو مش معروض للبيع، والراجل ما جالوش عروض وموجود مع النادي الاهلي مستمر، والناس بتتكلم كتير في الموضوع ده في الحقيقه، لكن الراجل موجود. يعني جيرالدو لسه برده موجود في حسابات النادي الاهلي، ما فيش عروض جات له. اليوم السابع بتقول ايه؟ جلسه خاصه لاخماد ثوره وليد ازارو في الاهلي. ما فيش ثوره ولا حاجه، وليد ازارو الراجل موجود وما فيش اي ازمه وما فيش اي مشكله. المهاجم المغربي يؤجل البت في عرض الوداد، ما فيش عرض رسمي جه من الوداد. فايلر يمنح الضوء لرحيل صلاح محسن، ما حصلش، هو معسكر مغلق قبل مواجهه زعيم الصغر، وده طبيعي. موضوع صلاح محسن موجود ولسه ما تمش او ما اتخذش اي قرار اذا كان صلاح هيكمل ولا هيطلع اعاره، لسه ما فيش اي قرار ايضا اتاخد بخصوص هذه الجزئيه. وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ قال الكلام ده النهارده في تصريحات صحفيه. نروح للوطن. الوطن بتقول ان الاهلي يكثف تحركاته لضم مهاجم لوزرن اللي هم قصدهم عليه يعني الليكي، وتغييرات في التشكيل امام الاتحاد، وده وارد. احنا هنشوف مستر فايلر هيعمل ايه، مستنيين طبعا القايمه تطلع. عوده فتحي بقى والسوليه وربيعه دي مهمه جدا، رغم ان ربيعه زي ما قال لنا كريم كده ما شاركش في التدريبات النهارده، اذا النسب اكتر حتى هذه اللحظه ان رامي ربيعه مش موجود في مباراه بكره. لكن في نفس الوقت انت عندك متولي موجود، عندك سعد سمير ايضا موجود بجانب ايمن اشرف. يعني صلاح محسن يوافق على الاعاره، هو صلاح جاي له عرضين يا جماعه، جاي له الاتحاد وسموحه، الاتحاد وسموحه. لكن لحد دلوقتي مفيش قرار هل انا هسيب صلاح يطلع الاعاره دي سواء هنا او هنا، او عفوا جاي له انبي وسموحه مش الاتحاد، انبي وسموحه يطلع هنا او هنا ولا هيكمل معايا، لسه مفيش قرار. فايلر يعالج اجاييه نفسيا، يعني كان بيفهم الخبر ان اجاييه بعيد شويه عن مستواه خلال الفتره الاخيره، فاكيد في تعامل معين من مستر فايلر، وده دور اي مدير فني في الحقيقه. الراجل واضح انه بينجح جدا في التعامل النفسي مع اللاعبين، ده امر واضح من خلال النتائج ومن خلال اداء عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، الاداء المميز يعني. طيب خلينا نروح للدستور. في توافق كبير في الحقيقه ما بين فايلر واللعيبه يعني بصراحه. السوليه وفتحي وربيعه جاهزون لغايه دلوقتي، السوليه وفتحي هم الاجهز. التخطيط لانه زايد على ظهير انبي قصدهم على لاعب علي فوزي الظهير الايمن، ما اعتقدش ان في يعني ما فيش اتجاهات بخصوص هذا المركز على اقل تقدير في هذه الفتره. عندك احمد فتحي وعندك محمد هاني، وما شاء الله على الاثنين ماشيين بشكل كويس جدا. عندك رامي ربيعه كمان بيجيد في المكان ده. يعني الاهلي في معسكر مغلق استعدادا لموقعة الاتحاد غدا، وده الطبيعي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الغد. طيب اخبار الاهلي في مواقع عين شوف. يلا اليوم السابع، محمود متولي يقترب من العوده للتشكيل الاساسي للاهلي. الفجر الرياضي، الاهلي يريح مدافعه امام الاتحاد السكندري. سوبر كوره، فايلر يمنح الضوء الاخضر لرحيل صلاح محسن عن الاهلي. في الجول، عبد الحفيظ يكشف موقف الاهلي من بقاء جيرالدو وعمار وصلاح محسن. وان ثري، الاهلي يكشف مفاجأة في عقد رامي ربيعة. اليوم السابع بتقول ان متولي قريب من ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في مباراه الغد. متولي طبعا كان عنده اصابه يعني قعدت معاه فتره كبيره جدا، كان مزق في العضله الخلفيه لو تفتكروا مباراه السوبر امام الزمالك، ومن ساعتها وهو خلاص رجع، يعني كان قاعد فتره كبيره ما شاركش ورجع خلاص هو موجود مع الفريق ومتاح لاختيارات مستر فايلر. فالبعض بيقترح او بعض بيتوقع ان ممكن يكون متولي موجود في مباراه الغد. هنشوف الدنيا هتبقى عباره عن ايه بخصوص تشكيل النادي الاهلي بكره باذن الله تعالى. الفجر الرياضي بتقول ان الاهلي هيريح المدافع بتاعه رامي ربيعه في مباراه الاتحاد السكندري، وواضح كده ان ده الاقرب حتى هذه اللحظات. انا بس دايما ببقى حريص في كلامي في انتظار اعلان القائمه، لان ممكن القائمه تعلن ونلاقي فيها رامي ربيعه. هنشوف، لكن المؤشرات بتقول ان رامي بره
مباراه الاتحاد بكره يعني. يعني هو كان عنده اصابه خفيفه في العضله الخلفيه جات له في ماتش الاسماعيلي، لكن الاصابه يعني الناس مطمنه الجماهير في النادي الاهلي ان الاصابه بسيطه مش كبيره يعني، مش هياخد فتره. سوبر كوره فايلر يمنح الضوء الاخضر لرحيل صلاح محسن على الاهلي، مش حقيقي، ما فيش اي موافقه برحيل لصلاح محسن. الراجل ممكن يكون عنده عروض وده وارد وده طبيعي جدا، لكن القرار لسه ما اتخذش زي ما قلت لحضراتكم. في الجول بترد على الخبر ده من خلال تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ، واللي قال ان الاهلي او بيقول على موقف الاهلي من بقاء جيرالدو عمار وصلاح محسن، وان جيرالدو ما جالوش اي عروض، دي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، وان عمار حمدي موجود معانا لسه ما خدناش اي قرار باعارته او استمراره، الراجل موجود لسه الامور دي ما اتحسمتش. نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن، ودي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال فيها ايضا ان صلاح محسن جاي له عرض او عرضين من سموحه وانبي. هنشوف القرار في النهايه هيكون ايه يعني. ويا جماعه لازم تحطوا في حساباتكم كجمهور يعني ان في قائمه افريقيه، في لاعبين موجودين في القائمه الافريقيه، فاكيد في حسابات عند الجهاز الفني، مش هيبقى سهل قوي ان انت تستغنى عن حد موجود في القائمه الافريقيه تحسبا للاصابات الغيابات الايقافات الكلام من ده. فهنشوف القرارات هتبقى ايه من خلال الجهاز الفني للنادي الاهلي. 1-3 وبعض الاقاويل كده الصحفيه كانوا بيقولوا ان رامي ربيعه عقده هيخلص مع نهايه الموسم الحالي، فبالتالي يحق ليه التوقيع في شهر يناير. الكلام ده غير حقيقي، ونفاه الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال ان رامي جدد السنه اللي فاتت عقده مع النادي الاهلي لمده 3 مواسم، بالتالي عقده يخلص في 2023، احد اللاعبين المهمين والمميزين اكيد في صفوف النادي الاهلي رامي ربيعه. طيب اخبار محليه وعالميه نشوفها يلا. اليوم السابع حسام البدري يحدد قائمة تضم 40 لاعبا استعدادا لتصفيات كأس العالم. سوبر كورة مصر خارج قائمة الأفضل في أفريقيا للمنتخبات الطبيعي. البوابة نيوز معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم بالقاهرة. الشروق صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب أفريقي. اليوم السابع الفيفا محمد صلاح كان سما قاتلا في دفاع الخصوم لمونديال الانديه. بطولات مدرب ويست بروميتش عن استبعاد حجازي امام بيرنتفورد بسبب العرض السعودي. الشروق ويست بروميتش رفض عرضا من اتحاد جده لضم حجازي. في الجول مورينيو سعيد بوضوح كل شيء في توتنهام، لا احتاج لاعبين في يناير. سبورت 360 رسميا هانسي فليك مديرا او مدربا لبايرن ميونخ حتى نهايه الموسم. جول بايرن ميونخ يعلن نجاح عمليه ليفاندوسكي. طيب نعلق على بعض الاخبار سريعا بسرعه، ناخد اليوم السابع وبيتكلموا على ان حسام البدري حدد مع جهازه المعاون، ربنا يا رب يوفقهم باذن الله تعالى، قائمه تضم 40 لاعب استعدادا لتصفيات كاس العالم. الموضوع بيمشي ازاي يا جماعه؟ ان كل واحد في اعضاء الجهاز الفني كل واحد بيحط قائمه مكونه من 40 لاعب، وبعد كده يشوفوا الاختيارات ما بينهم كل، يعني كل واحد معاه ورقه كده يكتب انا اخترت 40 لاعب كذا 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 كذا، في الاخر يقعدوا مع بعض ويشوفوا الانسب ايه في مصلحه المنتخب المصري. بس اهم حاجه الانسب بالنسبه لهم ان هم يبعدوا عن الاعلام زي ما اكدنا امبارح. يقال يعني ان ابرز اللاعبين اللي هينضموا لمنتخب مصر محمد فاروق من بيراميدز، عبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي، مصطفى محمد الزمالك، احمد رمضان بيكم وادي دجله، ناصر ماهر سموحه. وانا مستغرب في الحقيقه ان البعض بيقول هذه الاسماء مش عشان امكانيات اللاعبين، هم اكيد لاعبين مميزين جدا، لكن عشان التوقيت. المفروض اول معسكر هيبقى في شهر مارس، فلسه بدري، في متغيرات ممكن تحصل في مستويات كل لاعب يعني. لكن عامه هنشوف الدنيا تمشي ازاي بخصوص منتخب مصر، يا رب الدنيا تكون كويسه. سوبر كوره مصر خارج قائمة أفضل الأفضل في أفريقيا للمنتخبات، ده طبيعي جدا يعني، هم 3 مرشحين خاصة في القائمة النهائية، الجزائر، السنغال، ومدغشقر. مصر طبيعي إن هي تخرج يعني، البطولة كانت على أرضنا وكنا بعيد جدا، خرجنا من دور 16 يعني، أكيد مش موجودين في أحسن 3 في أفريقيا يعني. البابا نيوز
معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم بالقاهرة، ومع الكابتن طبعا ربيع ياسين. نتمنى لهم كل التوفيق، والناس تشتغل في الحقيقة شغل جيد جدا. نروح للشروق. صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وده طبعا طبقا للجائزة اللي هيتم الإعلان عنها في 7 يناير في الغرداء إن شاء الله بإذن الله تعالى. صلاح مرشح، لكن أنا أعتقد ممكن ماني اللي يكون أقرب، رغم ان محرز برضه فاز ببطوله الامم الافريقيه، لكن ماني حقق انجازات كتيره جدا مع ليفربول، وصل نهائي بطوله الامم الافريقيه. ده ممكن يرجح كفته على محمد صلاح بعد ما وصل نهائي مع السنغال. نتمنى طبعا صلاح يفوز بيها، نتمنى. طيب اليوم السابع الفيفا عامله تقرير عن محمد صلاح بعد فوزه بجائزه افضل لاعب في مونديال الانديه، وان صلاح كان سما قاتلا في دفاع الخصوم، ويعني تطرقوا لمستواه على مدار المباراتين سواء امام مونتري المكسيكي وصنع هدف لنبي كيتا كان مميز جدا، ومباراه الامس امام فلامينجو ان هو ايضا كان فعال على مدار احداث اللقاء. فبتقول يعني ان صلاح احد اهم اللاعبين طبعا في العالم، واحد اهم اللاعبين الموجودين في ليفربول، وبيشيدوا جدا بادائه بعد الفوز كمان بشرف هذه الجائزه، جائزه افضل لاعب في المونديال. بطولات والكلام على احمد حجازي شويه، وبعض الانديه اكيد بترغب في التعاقد مع لعيب كبير زي احمد حجازي. الراجل استبعده امبارح المدير الفني لويست بروميتش، مدير فني كرواتي، استبعد احمد حجازي مباراه الامس امام فريق برينتفورد في الشامبيونشيب. بسبب ايه؟ بسبب اللي الراجل قاله في المؤتمر الصحفي. قال الموضوع ملوش علاقه باي عروض جت، الموضوع ليه علاقه بشيء ما حدث يوم الجمعه في مران ويست بروميتش. نتج عنه ايه؟ نتج ان احمد حجازي بقى خارج القائمه. الراجل حتى ناس قالت ايه طب اللي حصل، ما رضيش يقول، ده قال ده امر خاص ما بيننا احنا كفريق في الغرف المغلقه يعني. فالاسباب الرئيسيه اكيد غير معلنه زي ما قال المدير الفني لويست بروميتش، لكن في المقابل جريت او موقع الشروق قال ويست بروميتش رفض عرضا من اتحاد جده السعودي لضم حجازي، ويقال العرض كان حوالي 3 مليون 400 الف استرليني لتعاقد مع احمد حجازي مدافع ويست بروميتش. احمد حجازي الموسم ده لعب 3 ماتشات بس مع ويست بروميتش البيون في الشامبيونشيب، ده بسبب ان هو كان عنده اصابه بعد بطوله الامم الافريقيه على طول بعظام زائده في الكاحل على ما اتذكر، وعمل الجراحه دي وقعد فتره عبال ما رجع وابتدى يخش، فطبيعي عدد المشاركات يبقى قليل، لكن يبقى حجازي قيمه فنيه كبيره لاي فريق في الحقيقه. في الجول مورينيو سعيد، هو بيقول يعني ان هو سعيد بوضوح كل شيء في توتنهام، وان هو مش محتاج لاعبين في يناير، رغم ان في كلام على اوجبونا لاعب ويستام المدافع، مدافع مميز، يقال ان برضه توتنهام مهتم بيه ومورينيو مهتم بيه من ايام كمان ما كان موجود في مانشستر يونايتد، هو مورينيو يعني. لكن كلامه النهارده بيقول ان هو الناس سالوا عن دانيال ليفي المدير او رئيس توتنهام، والعلاقه ما بينكم عامله ازاي؟ قال العلاقه ممتازه جدا، والراجل كان واضح معايا في البدايه، قال ان احنا مش هننفق كتير في التعاقدات وبالتحديد كمان في شهر يناير، فالامور بالنسبه لي واضحه. ده على حد كلام مورينيو، وانا احب الوضوح دائما يعني. مورينيو مدير فني طبعا، هو سبيشال وان يعني، مدير فني كبير جدا وماشي بخطه ثابته، وعندهم مباراه النهارده في الحقيقه مع تشيلسي، مباراه مهمه قوي. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لنا الاستاذ وليد زينو الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيد في الحديث عن امور عديده، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، بينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ وليد زينو الناقد الرياضي الكبير. استاذ وليد اهلا بك. اهلا بك امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا مهم، ومن الجانب التحليلي تحديدا قبل مباراه الغد مع الاتحاد السكندري، لكن خلينا في البدايه، انت حابب تبارك لمحمد صلاح؟ اه طبعا، انجاز صلاح بيعمل انجازات ما سبقلوش ليها قبل كده لعيب كره او رياضي مصري بشكل عام. فحابين نبارك له من هنا، وكمان هو بينافس للموسم الثالث على التوالي على افضل لاعب في افريقيا. بالظبط. يمكن الانجاز ده ما فيش لعيب قبل كده وصل له، يمكن كان كابتن الخطيب بس اللي خدها في الثمانينات. ودلوقتي صلاح مرتين، وان شاء الله نتمنى له الثالثه وان كانت صعب. عندك برضو بمناسبه المنافس على جواز الكاف طارق حامد، لاعب الزمالك، لاعب الزمالك لاعب داخل القاره، افضل نتمنى له التوفيق، وان كانت المنافسه صعبه مع انيس البدري ويوسف فلايلي، لان الاثنين برضو لو بالارقام هم ارقامهم، خاصه ان هم مع منتخباتهم، واحد واصل مربع ذهبي في بطوله افريقيا، وواحد واصل واخد بطوله، يوسف فلايلي واخد بطوله افريقيا، فدي برضو مهمه وبتفرق، لكن بنتمنى له التوفيق، لعيب مهم ولعيب مؤثر في لمنتخبنا وفي ناديه. بنرجع لصلاح، صلاح طبعا امبارح واخد بطوله كاس العالم للانديه،
اول مره طبعا، يمكن الاهلي سبق له شارك كذا مره بس ما حلفوش التوفيق ان هو وخد احسن لاعب في البطوله، وخد احسن لاعب في البطوله، وبرده كان الاهلي يمكن كان في كان في 2006 بس بنبارك لصلاح، صلاح يستحقها طبعا. كمان صلاح يعني حاجه تشرف، حاجه أكيد ان انت بيبقى عندك لاعب مصري، مجرد بس ان هو بيناطح على الجوائز العالميه دي مع ميسي ورونالدو والناس دي، دي حاجه في حد ذاتها فخر كبير جدا. ان هو يكون موجود في افضل 10 في العالم، افضل 5، افضل 5 كمان، افضل 5 السنه اللي فاتت التالي، ده حاجه كبيره جدا، ده حاجه ممتازه. انت عمرنا ما عشنا احنا الحاجات دي يعني، انت عمرك ما عشتها، واتمنى ان احنا نشوفها في لعيبه تانية قدام يا رب يا رب. واتمنى ان صلاح بعد نهايه او مع اقتراب نهايه عصر ميسي رونالدو، المعادله الصعبه دي اللي استمرت مسيطره على الكره 11 12 سنه، اعتقد ان حظوظ صلاح السنه الجايه السنه اللي بعدها هتبقى اعلى كتير في المنافسه، ممكن ربما مع كيليان امبابي، مع ماني، اعتقد ان الثلاثه دول ممكن السنه الجايه او السنه اللي بعدها نشوفهم هم الثلاثه، 1 و2 و3، ويكون ميسي ورونالدو خلاص انا شايف ان هم بره. صلاح بن التوفيق، صلاح هو اول مصري يفوز بمونديال الانديه، اول مصري يفوز بافضل لاعب في مونديال الانديه، اول مصري يفوز بدوري ابطال اوروبا، اول مصري يوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، اول مصري عمل كل حاجه، اول مصري لا في الرياضه حاجه قويه جدا، اول مصري يفوز بسنتين ورا بعض هداف بريمير ليج. انت بتتكلم على اقوى دوري في العالم، ده احنا لما عمرو زكي جاب 10 اجوان وقعد اللي عندك اللي بيطلع اللي انت بس بتتفرج عليه بيشارك، انت بتفرح مجرد نزول الملعب. فبالك بقى، لا ده بيدغدغ اعتى مدافعي العالم واقوى حراس العالم وبيسجل فيهم وبيطلع الهداف عليهم. الموسم الاول لصلاح في ليفربول 32 هدف، وبيكسر مين؟ بيكسر هاري كين اسطوره انجلترا اللي هو بيسموه مكنه التهديف بره. هاري كين جاب 30 وصلاح 32. الموسم الثاني صلاح 22 ومعاه ساديو ماني 22 وباميانج 22. فلا حاجه ممتازه. لعيب انت بتتفرج عليه بيكسب فريقه نهائي دوري ابطال اوروبا. بالظبط، دوري ابطال اوروبا ده اللي احنا كنا بس يعني ان انت بس يعني بتقول يا فلان ده شارك في دور تمهيدي. بالظبط، انت دلوقتي عندك لعيب بقول لك واصل النهائي واخد البطوله. فلا صلاح حاجه تفرح، نتمنى له التوفيق، نتمنى له يستمر على نفس المستوى. عنده السنه دي هدف كبير جدا، وهدف البريمير ليج اللي غايب بقاله فتره طويله جدا عن ليفربول. بس هم قربوا، هم مش قربوا، يمكن انا مش عايزين نسبة الاحداث بس بنسبه كبيره هقول له مبروك. اصل انت دلوقتي بتتكلم في ليفربول 49 نقطه ومتاخر ماتش كمان، والمركز الثاني ليستر سيتي 39، والمان سيتي 38، تشيلسي بيلعب دلوقتي مع توتنهام، تشيلسي 29، توتنهام 26، ادي الخمسه اللي قدام. انت بتتكلم في 49 فرق 10 بونت. ولا وانت عندك كمان حاجه ثانيه، انت يوم الخميس الجاي ليفربول هيلعب ليستر. ليفربول لو كسب ده تقريبا قتل البطوله خلاص. يعني قتلها، هو وجه ضربه كبيره للسيتي وعطله، بالاضافه ان السيتي بين قوسين هو عمال يعطل نفسه طول الموسم ده. طب امتى كمان لما لعبته مواجهتكم المباشره اللي هي المفروض بستة بونت بينك وبينه وانت كسبته؟ طب المواجهه المباشره مع المنافس الثاني ليك اللي هو قريب قوي اللي هو ليستر سيتي، اذا كسبته او على الاقل خالص حافظ على فرق ال 10 بونت. بالظبط، يعني على الاقل. بس انا اتوقع ان ليفربول لو كسب فرق 13 نقطه خلاص. انت بتتكلم دلوقتي، انت دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم الفرق 10 بونت، انت لو كسبت خلاص انت خلاص يعني ليستر ومانشستر سيتي. بس لسه ناقص دور كامل، ما هو لسه ناقص دور كامل، وبرده لازم ليفربول يتعلم من درس السنه اللي فاتت. انت كنت فارق 7 بونت، 7 ولا 8 كمان، فارق 7 بونت. 7 بونت ده فرق كبير جدا في الكوره. يعني تعالى قيسها هنا في مصر، لما الاهلي بيفرق 7 بونت وتحس ان فرقه قربت منه، انت بتلاقي جمهور الاهلي اتجنن. قربت بس مش عدته. طب الموسم السنه اللي فاتت انت فارق 7 بونت في ماتش مواجهه السيتي، انت خسرت الفرق رجع 4، رجعت اتعادلت ماتش في ماتش بقى هو السيتي اللي فارق عليك نقطه، وفضل السيتي على كده 16 ماتش متتالي بيكسب. صح، خلاص ما وقعش تاني. نروح نتمنى له التوفيق. نروح للاهلي بكره، مباراه صعبه جدا مع الاتحاد السكندري، وشايف المباراه ازاي؟ وهل هي ممكن تبقى مباراه مقفوله ولا مباراه مفتوحه فنيا؟ هنتمتع ولا لا؟ رؤيتك للمباراه؟ هي قمه الموسم ده، قمه الموسم ده لسبب. انت بتتكلم ايه؟ انت بتتكلم على الاهلي اول الدوري، وصيفه دلوقتي هو الاتحاد. الاتحاد عامل موسم كويس جدا، يعني خلينا نبدا بالاتحاد. الاتحاد ماشي كويس مع كابتن طلعت. كابتن طلعت من المدربين اللي هم المخضرمين والمحترمين جدا من النواحي التكتيكيه والخططيه. مدرب مش من السهل عليه اللي هو تقول يعني بعد المباراه بيجي مثلا اي ناقد ولا اي حلل يقول لك المدرب ده وقع في كذا وكذا. كابتن طلعت اخطائه قليله جدا كمدرب، من المدربين اللي بيذاكر المنافس جداً بشكل ممتاز، بالذات لو المنافس ده اهلي ولا زمالك. كابتن طلعت عنده من الخبرات ان هو يقدر يلعب مع الفرق الاقوى منه. الحاجه الوحيده اللي مرجحه كفه الاهلي بكره قبل ما نتكلم على فنيات، التاريخ يمكن كابتن طلعت ما سبقلوش كسب الاهلي الا مره واحده، 2008 تقريبا كان بيدرب اتحاد الشرطه، اتعادل 3 مرات وخسر باقي المواجهات كلها. لكن الكره او تحديدا الموسم ما فيش حاجه اسمها تاريخ طبعا،
الموسم ده انت عندك معطيات، انت عندك معطيات. المعطيات بتقول ايه؟ انت الاهلي اه انت الافضل، انت الاقوى، انت اقوى هجوم 19 جون، انت اقوى دفاع داخل فيك هدف واحد بس في مباراه اسوان اللي انت كسبتها 5-1، ما دخلش فيك جوان تاني، انت 21 بونت، انت المتصدر ورغم ان انت لاعب مباريات اقل من المنافسين كلهم مع ذلك انت المتصدر. دي كلها مميزات. طب تعالى بقى نبص على الاتحاد السكندري، هو فين من الارقام دي؟ الاتحاد السكندري هو الوصيف بتاعك 20 بونت، الفرق بونت واحد، اه هو لاعب مباراتين زياده عليك لكن الفرق قريب. ما فريق الاتحاد كمان من حقه يطمع ان هو فريق جماهيري وفريق كبير، من حقه يطمع ان هو يبقى على قمه الجدول. لو كسب هو على قمه الجدول، ويجي يقول لك بعد كده الاهلي يتعطل في مباراه ثانيه جايه يبقى انا خلاص ضمنت ان انا ابقى على القمه. فهو الراجل برده بيبص لها كده. حاجه ثانيه، ان احنا بنقول الاهلي اقوى هجوم، طب والاتحاد فين؟ الاتحاد هو ثالث اقوى هجوم، الاتحاد هو مش ضعيف، الاتحاد مسجل 12 هدف في 9 مباريات. معدل كويس. معدل ممتاز، ده معدل اعلى من فرق ثانيه كتيره كبيره. هو اكتر فرق مسجله مين؟ الاهلي 19، بيراميدز 16، الاتحاد السكندري 12، ورا بعض. طيب من ناحيه الدفاع، من ناحيه الدفاع هو ثاني اقوى دفاع بعد الاهلي. يعني الاهلي ما انا عشان كده بقول لك هي مباراه قمه الموسم ده. صح صح القصه مش إن لا، القصه في كل الارقام قريبه. صح. يعني انت بتلاقي دايما الاتحاد مش بعيد، الاهلي الاول في الحاجه، الاتحاد الثاني او الثالث ما بيبعدش عن كده. فبالتالي انت قدام فريق ومنافس محترم ومنافس قوي. دخل فيه كام هدف الاتحاد؟ دخل فيه 5 اهداف بس. ما هو الاتحاد المقاولين 6، الزمالك 7، ادي الدفاعات، انت دخل فيه الجون واحد. انت الفريق الوحيد اللي دخل فيه الجون واحد، انت الفريق الوحيد اللي عامل 6 كلين شيت. ما فيش فريق ثاني عملها ما شاء الله. لا في ارقام، في ارقام، لا في ارقام. بص مش معنى ان انت فارق قوي برضو، ما هو انت المباراه بتاعت بكره دي انا من وجهه نظري دي ثالث اهم امتحان لفايلر من ساعه ما جه. اول اهم امتحان كان الزمالك في السوبر، حلو. ثاني اهم امتحان كان النجم في تونس، في تونس. ثالث اهم امتحان بكره. انت لعبت 7 مباريات في الدوري. مباراه الاسماعيلي بتعتبرها ايه؟ مباراه الاسماعيلي، ما هو الاسماعيلي اسم كبير وفريق تقيل. بس الاسماعيلي مش بنفس قوه الاتحاد الموسم ده. بس الاهلي كان عنده غيابات كتير، عنده غيابات. والاسماعيلي لعب مباراه الشوط الاول كانت جيده جدا. الاسماعيلي اللي وقعه تراجع اللياقه البدنيه في الشوط الثاني. ودي بقى الميزه، انا كنت معاك هنا من اكتر من شهرين وقلت لك بحذر من اللياقه البدنيه. فايلر تقريبا واضح ان هو الراجل فعلا بيشتغل من اول يوم على اللياقه. لياقه الاهلي دلوقتي غير لياقه الاهلي اول ما مسك فايلر. اول ما مسك فايلر كنت بتلاقي الاهلي مديها 70 بيلعب وبيقدم مباراه، بس خلاص ما هجومه مش بنفس الفعاليه، مش بنفس الكفاءه، حتى اهدافه بيبقى بالكتير قوي هدف ويبقى مسجل 3 من الشوط الاول. لكن دلوقتي انت اخر مباراتين انت بتكسب في اخر 10 دقائق. صح. او اخر 12 دقيقه. دي لياقه. لو انت اللياقه عندك مش عاليه، مش عند الفرقه عاليه، انت مش هتعرف تكسب. انت هتيجي الدقيقه 70 جت عليك ما جبتش اجوان، خلاص الماتش خلص 0-0. انا قصدي يعني مباراه الاسماعيلي كانت تحدي مهم برضه. ما هو تحدي مهم، تحدي مهم. بس انا شايف ان ماتش الاتحاد بالنسبه اصعب بالنسبه لفايلر. اكيد اكيد بالنسبه لفايلر. ما هو انت خلاص، انت خلاص حكمنا على فايلر وحكمنا عليه من شهرين ان هو مدرب ممتاز. أكيد. بس برضه ما زلت انت في محطات مهمه عايز تشوف الراجل. الراجل اتحط في مواقف صعبه قبل كده واجتازها. حتى ماتش النجم اللي انت خسرته، اللي هو الماتش الوحيد اللي انت خسرته، انت في اسباب كتيره جدا بره ايدك. لكن انا لو هحاسبك على الفنيات يا فايلر، لا انت كنت كويس. هحاسبك على الفنيات. يعني انا فايلر في الماتش ده الاهلي خسر، النتيجه اتسجلت، الاهلي خسر 1-0. لكن في النهايه انا ناقد رياضي وانت اعلامي، وظيفتنا نحلل. صح. النتيجه خلاص الراجل ما كانش موفق. حصل ظرف جيم، الحكم طرد له واحد بعد 10 دقائق. يعني كده عمل مباراه طرد كرتوني. تعالى بقى احنا نتكلم كنقاد. نتكلم كنقاد ايه؟ الاداء عامل ازاي؟ الاداء كان كويس. وانت ايه؟ وانت بين قوسين انت ناقص لاعب. صح. وانت اكيد تقريبا داخل الماتش ناقص لاعب. صح. انت 10 دقائق والدقيقه 11 ايمن اشرف بيطرد طرد مالوش اي علاقه بالكوره. لان برضو ده يعني احنا بنناشد الاتحاد الافريقي، المباريات الكبيره ما ينفعش يا جماعه، ماتش نجم وماتش اهلي الاثنين كبار قوي، وما ينفعش تروح تجيب لي حكم دون المستوى. صح. يا سيدي انت عندك حكام كويسه. ده غريب الموضوع. عندك حكام كويسه. انت عارف ان الماتش هترجع تقول لي ده لسه في الادوار المجموعات، انا معاك انه في ادوار المجموعات. ما هوش في المربع الذهبي، بس الفريقين اسمهم ايه؟ ده نجم في ارضه واهلي. صح. اتنين من اكبر الانديه جوه القاره، يبقى لازم حكم يبقى في نفس مستوى الفرقتين. ما تروحش تجيب لي الحكم يبقى هو الضلع الواقع في 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 في, في الماتش. بالظبط. يبقى انت تجيب لي حكم تقيل. فين يا سيدي حكامك الكبار بتوع افريقيا؟ ما هو انت الفار بتتكلم ان انت عندك امكانيات ومشاكل. طب بسيطه خالص، انت عندك 4-5 حكام تقال، منهم حكم مصري. المصري طبعا مش هتجيبه عشان في طرف مصري. في 2-3 تانيين ما جبتش واحد منهم ليه؟ خاصه انت في نفس الجوله كل الماتشات اللي كانت تقيله عندك هم 3 ماتشات، يعني وزع الثلاث حكام بتوعك تقول عليهم مصري. القصه بمنتهى البساطه. لكن انت رحت جبت لي حكم متواضع جدا، انا اول مره اسمع عنه. الاهلي خد خطوات في القصه دي في الحقيقه، خطوات مهمه جدا. ما هي خطوات اللي يهمني خلاص الماتش عدى والنتيجه وخلاص. الخطوات يهمني عشان اللي جاي.
اللي جاي عشان فرقنا ما تتعرضش لده. اهلي بقى، زمالك، المصري، بيراميدز، الفرق بتاعتنا اللي بتمثلنا ما تتعرضش لده، لان دي نقطه سلبيه للاسف في مباريات افريقيا وبتعاني منها الفرق المصريه على مدار عقود. لكن انت المفروض وصلت لمرحله من التطور في كره القدم بشكل عام، المفروض افريقيا ما تبقاش بعيده قوي كده عن العالم. يعني خليك قريب. انا مش بقول لك يا سيدي طبق لي الفار خلاص، في امكانيات وبتاع، هات لي دايما حكم من حكام النخبه في المباريات الثقيله. ما تروحش يعني انا مثلا خطا زي ده، لو الاهلي بيلعب منافس متواضع الاهلي سهل يتدارك حتى و10 لعيبه هيكسب. لكن ما تجيش يبقى المنافس بتاعك النجم وتنقص لي واحد من الاهلي، طب ما النجم هيكسب، انت كابتن تديله الماتش. صح. طيب نرجع لمباراه الاتحاد. اتفضل. مباراه الاتحاد انا زي ما بقول لك ثالث اهم اختبار لفايلر. طيب تعال نشوف الاول الاهلي عايز ايه من المباراه، بيبص لها ازاي. والاتحاد هو طبعا قولا واحدا الاهلي عايز المكسب اكيد. طيب مع المكسب انت عايز ايه؟ دي اهداف الموسم اللي فات الدور الثاني 2-0، كان ماتش برضه كسبنا في اللحظات الاخيره. ما عايز اقول لك برضه بمناسبه الموسم اللي فات، انت كسبته امير، قوه منظومه النادي الاهلي، منظومته قويه، انت ما كسبتوش برضه، انت كان عندك تحفظات. انا كان عندي تحفظات كتير على لسارتي. اوكي، انت بتتكلم على مجمل الموسم. انت مجمل طبعا. طبعا. طب ما دي حاجات احنا اوكي دي متكلمين فيها. لا ما اصلا النجاح في الكوره يا امير، نجاح الكوره اي فرقه كوره على مستوى العالم في مصر بره، النجاح لازم له ثلاث حاجات وبيتضاف عليهم حاجه رابعه. الثلاث حاجات اللي هم الاساسيين هم ايه؟ الاداره، وحط تحتها 200 خط طبعا، دي اهم ما انا بقول لك 200 خط اهم عنصر. ثاني حاجه الجهاز الفني، يبقى عندك مدرب قوي وجهاز فني قوي. ثالث حاجه لعيبه. صح. طيب بلس الجمهور اكيد لازم يبقى انت الجماهيريه، بس الاداره اول حاجه. لان في فرق كتيره قوي عندها جماهير كبيره جدا وجوه مصر، لكن عندها اخطاء اداريه من ادارتها وبتعاني. في النهايه الجمهور مش هينزل يجيب لك البطوله، الجمهور يدعمك، الجمهور يساعدك. الجمهور هو الكريزه اللي على التورتايه، بس لازم الاول يبقى فيه تورتايه. فالاداره عندك نمره واحد. انت بقى الموسم اللي فات كسبت الدوري باداره ولاعيبه، اداره ازاي ولاعيبه ازاي. انت السنه اللي فاتت عندك 7 ماتشات انت كسبتهم من الدقيقه 88 وانت طالع، يعني 21 بونت. انت كنت متعادل وبتكسب من الدقيقه 88 89 90 بلس 90 وقت بدل ضايع بتكسب. صح. طب ال7 ماتشات دول 21 بونت، تعال نشيل 14 بونت دول على اساس ان انت كنت هتاخد نقطه لو تعادلت. تبص لنفسك طلعت سرقه الدوري. طب هو ده كان لسارتي؟ اللعيبه كانت بتيجي، انت عندك في مجموعه لعيبه جوه الاهلي، يعني لو عايز اسمي لك حسام عاشور، احمد فتحي، لعيبه شمال افريقيا تحديدا بيبقى الروح عندهم عاليه جدا بشكل عام، سواء بيلعب في اهلي او غير اهلي. صح. معلول، وليد ازارو، بقى عندك دايما في الاهلي في 6-7 روحهم عاليه جدا. اللي هو ملوش دعوه بالمدرب بره، الاهلي خسران انا بموت نفسي. صح. مفيش حاجه اسمها الاهلي خسران متعادل. وده اللي حصل السنه اللي فاتت. وده اللي حصل بس السنه اللي فاتت. ما عشان بس نرجع لها بمناسبه الاجوان اللي كانت بتعمل السنه دي. الكابتن طلعت هيلعب ازاي بكره مع مع النادي الاهلي؟ انا ما اعتقدش انه يلعب مباراه مفتوحه، ومفيش مدرب هيلعب مباراه مفتوحه. ما اعتقدش رغم الامكانيات اللي عنده. هو عنده اوراق رابحه يقدر يتعب بيها الاهلي. الاوراق الرابحه بتاعته ما يقدرش، ما فيش مدرب في مصر كقاعده عامه بقى كابتن طلعت او اي مدرب تاني في مصر مع اي فرقه في مصر تلعب الاهلي جيم مفتوح 90 دقيقه. مستحيل. اللي هيلعب مع الاهلي جيم مفتوح 90 دقيقه هيبقى بيلعب بالنور. يعني ممكن تبقى استراتيجيه بكره الكابتن طلعت، استراتيجيه الكابتن طلعت بكره التامين وده انا متاكد منه، مع الثلاثي الهجومي بتاع الكابتن طلعت. يعني الكابتن طلعت هيبقى عنده هيلعب باربعه 3-3. اعتقد ان هو قلب الملعب لازم يلعب بثلاثه، لان هو عارف خطوره الاهلي، وعارف مع فايلر ان انت بتلعب استحواذ وبتلعب سيطره وفرص. فما اعتقدش ان هو يلعب 4-2-3-1. هو الكابتن طلعت كان بيحب يلعب 4-2-3-1، لكن اعتقد ان هو بكره هيلعب 4-3-3. لازم واحد ثالث في قلب الملعب. طب الخطوره كلها او الاوراق الرابحه عند الكابتن طلعت المثلث اللي جوه، اللي هو احمد رفعت، خالد قمر، ورزاق سيسي. طيب كمان خليني اقطعك بس عشان اقول قائمه الاهلي، خلاص تم الاعلان عنها بشكل رسمي لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري. ونرجع نكمل الحديث عن هذه المباراه. في حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي زي ما قدام حضراتكم على الشاشه كده. في خط الدفاع ايمن اشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، واحمد فتحي، ومحمد دهاني. خط الوسط حسام عاشور، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، اليو ديانج. وفي خط الهجوم مروان محسن، وليد ازارو، وجونيور اجاي. كده بقى بيغيب رامي ربيع عن مباراه الغد بسبب الاصابه او بسبب عدم جاهزيته، لان اصابه بسيطه الحمد لله. امبارح كان في تاكيدات من كابتن زيد عبد الحفيظ، لكن نقول ان هو الراجل مش جاهز بنسبه 100%. والجهاز الفني ما يحبش يستعجل اكيد في عوده بعض اللاعبين. رايك في القائمه؟ طيب لا هو متوقعه، بس حته رامي ربيعه انت زي ما بتقول، هو لا هو على فكره جاهز وجاهز 100%، بس زياده تأكيد خاصة ان انت اصل فايلر دلوقتي بيفكر في ايه؟ فايلر هيطلع من ماتش الاتحاد، ودي الجزئيه اللي كنا هنتكلم فيها، عنده معركه في افريقيا، عنده بلاتينيوم. الماتش ده بلاتينيوم، ما هواش الفريق اللي يخوف الاهلي، ما هواش الفريق اللي انت تبقى شايل حسابه زي النجم. لا هو الفريق خسر مباراتين بس برضو ما فيش حاجه اسمها في افريقيا مباراه سهله. انت خلاص، انت دلوقتي الكوره في افريقيا
ما بقتش زي الاول، ما بقاش زي الاول الفرق هتيجي تخسر 7 و8 وتمشي. لا، بلاتينيوم اللي خسران ماتشين ده ممكن يعمل معاك مفاجاه، ممكن يزعجك. فبالتالي انت عندك مباراه مهمه. طب انا ليه جازف بربيع النهارده؟ صح. يعني انا ليه جازف بربيع النهارده خاصه ان انا عندي الحلول وعندي البدائل وعندي اللعيبه الجاهزه، ما عنديش مشكله. وهو عارف فايلر واكيد دارس فرقه الاتحاد، وزي ما انا بقول انا متوقع ان فرقه الاتحاد مش هتلعب جيم مفتوح. طب طالما مش هلعب جيم مفتوح انا مش محتاج ربيع، لان المنافس بتاعي مش هيلعب جيم مفتوح عليا، المنافس بتاعي هيامن ويلعب على المرتده. طيب اذا هيبقى ايمن اشرف موجود، مين هيجاوره؟ سعد ولا متولي؟ اعتقد سعد متولي. ربما ياخد فرصه من بعد ماتش بلاتينيوم. من بعد بلاتينيوم هياخد فرصه، خصوصا ان متولي لسه راجع من اصابه. متولي لسه راجع من اصابه طويله. انت متولي عندك اخر مره شفناه بيشارك كان في مباراه السوبر مع الزمالك. طيب انت بتتكلم في 3 شهور، فتره مش قليله خالص. فما ينفعش تديله ماتش اتحاد وماتش قوي. طيب. وما ينفعش تديله ماتش افريقي. نرجع للكابتن طلعت يوسف عشان نستفيد في الحديث عن الكابتن طلعت. زي ما بقول هيلعب مباراه تامين. اخطر عناصر عند الكابتن طلعت هو المثلث الهجومي. المثلث الهجومي هو فيه 4 لعيبه هيبدا فيهم الكابتن طلعت. الكابتن طلعت بثلاثه، خالد قمر لا خلاف عليه. أوكي. الجناحين احمد رفعت ورزاق اعتقد سيسي. لا خلاف عليه. الثاني هيبقى يا رزاق سيسي يا اوكوي اللي لسه راجع من اصابه وغاب الماتشين اللي فاتوا. اعتقد ان هو اذا حب الكابتن، يعني الكابتن طلعت لو بدا بالاربعه يبقى هيلعب واحد فيهم مهاجم متاخر او في دور مركز 10، ويبقى ساعتها هنا الكابتن طلعت بيخالف توقعاتي وبيهاجم. يعني لو بدا بالاربعه الكابتن طلعت يبقى هيلعب ماتش مفتوح مع الاهلي وداخل عايز اكسب. لو الكابتن طلعت لعب بثلاثه من الاربعه دول يبقى زي ما انا متوقع الكابتن طلعت هيلعب جيم متزن، جيم يامن فيه ويلعب على المرتده. خاصه ان هو عنده يملى نص الملعب بسبب انت ما فيش مدرب. تعالى بس شوف تكتيكات فايلر بيعمل ايه الماتشات اللي فاتت. ما هو الكابتن طلعت برده اكيد اتفرج على الماتشين الثلاثه اللي فاتوا للاهلي. لما في ماتش زي حرس الحدود، عشان برده الناس اللي طلعت اتكلمت على الكابتن طارق العشري وانت بتدافع طول الماتش، يا جماعه ما فيش مدرب في مصر هيقدر يهاجم الاهلي 90 دقيقه. عشان بس ما حدش يطلع يقول اصل الكابتن طارق العشري دافع. الكابتن طارق العشري ما كانش فيه حلول قدامه يعملها. هو عارف كويس ان مع فرقه زي الاهلي ومع فايلر ومع لعيبه بالمنظر ده ومع فرقه فايقه كده، لو هاجم، لو فكر يهاجم بيلعب بالنار. الماتش هيفتح منه بنتيجه كبيره. الراجل بيلعب في امكانيات فرقته والامكانيات اللي معاه. الامكانيات اللي معاه بتقول ان انا احاول امن وادافع، وكان قريب من نقطه التعادل. انت الاهلي كسب في الدقيقه كام؟ في اخر 10 دقائق. انت كنت قريب فعلا من التعادل. يعني في النهايه الراجل لو كان خرج بنقطه كان هيبقى نجح واستراتيجيته نجحت. فما تجيش تلومه. طب تعال انت فرجني، اللي بيلوم الكابتن طارق تعال انت لاعب الاهلي وفرجني هتهاجمه ازاي. يعني فرجني هتلعب جيم مفتوح مع الاهلي ازاي ايا كان الفرقه اللي انت بتدربها. فما تجيش تهاجم الكابتن طارق او تيجي تقول الفرقه بتدافع قصاد الاهلي. طب ما حبيبي الفرق مجبره تعمل كده. الفرق ما بتبداش تهاجم الاهلي الا بعد ما بيخش فيها جون واثنين، فيبدا خلاص عايز يعوض. يبص تلاقي النتيجه كبرت، بدليل ان اول مباراه للاهلي خالص كان بيكسب 3 و4 و5. صح. الاهلي لو جاب جون بدري في اي فرقه هيكسب نتيجه كبيره. هيكسب نتيجه كبيره ليه؟ الفرقه هتبدا تتحرر، انت بقى هتزود الثاني والثالث والرابع. ومع فايلر بيكسر سلبيه مهمه جدا في الكره المصريه اللي هو حته انا جبت جون واثنين خلاص هامن. لا فايلر مفيش عنده الكلام. صح. ده فايلر طول ما الماتش شغال انا عايز اجيب جوان. فدي ميزه كبيره الراجل بيضيفها للكره في مصر. طيب الكابتن طلعت عارف الكلام ده كله. كابتن طلعت ما هوش مدرب، ده مدرب كبير ومدرب قديم ومدرب مخضرم. ده مدرب في مره انا فاكر موقع الفيفا الرسمي كان ذكره كده في مره كتب عليه مورينيو المصري. والله في مره من المرات انا قريتها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي كان كاتب عنه خبر حاجه معينه وكان كاتب عليه مورينيو المصري بيقول ان هو من اكتر المدربين في مصر اللي ليها تكتيكات بيعتمد على الدفاع شويه لكن ليه تكتيكات وفنيات وعاليه وفنيات عاليه. فمدرب ما هو لو مش مدرب مميز مش هيوصل 20 نقطه. صح. دي ال 20 نقطه دول انت عندك فرق كبيره ما عرفتش تجيبهم. صح. هو لو اصل القصه انت النهارده هتبقى موفق، تاني ماتش هتكسب حظ، تالت ماتش ربنا هيعديك. طب بعد كده انت لعب 9 ماتشات الاتحاد كسبان 6 منهم. طب هقول لك كسب واحد حظ اثنين حظ. طب والاربعه التانيين؟ ما هو لازم انت تبقى مدرب كويس ولاعيبتك كويسه عشان النجاح منظومه. صح. النجاح باكج. صح. النجاح التوفيق هيبقى موفق النهارده. طب وبعدين؟ فالكابتن طلع كسبان 6 ماتشات. الكابتن طلع خسر مباراه واحده بس كانت اول مباراه في الموسم مع الزمالك، خسرها 1-0. بعد كده ما خسرش تاني. الكابتن طلع اخر مباراتين كسبان 3-2 المقصه وكسبان اف سي مصر 2-1. لا ده انا عايز اقول لك بقى على حاجه ثانيه. الكابتن طلعت في اخر مباراتين دول عنده نسبه الفعاليه، مش بقول التهديف، الفعاليه الهجوميه عنده الاعلى في الدوري كله. ودي الفعاليه الهجومية. يعني ايه؟ كابتن طلعت يوسف في مباراه مصر المقصه 8 فرص على المرمى منهم 3 اون تارجت، الثلاثه دخلوا. الثلاثه اللي اون تارجت دخلوا. مباراه اف سي مصر الكابتن طلعت ليه 3 فرص اون تارجت دخل منهم 2. طب ده معدل مرعب. طبعا ده معدل طبعاً. مش قليل. طيب تعال انت نشوف الاهلي فعاليته الهجوميه اخر مباراتين عامله ايه. لا فعاليه الاهلي اخر مباراتين قلت. قلت ازاي؟ الاهلي لما يكون ليه
ست فرص على المرمى ويجيب جون، لا ده قليل، ده قليل. ست بس فرص، بس الاهلي صنع فرص كتير ماشي على المرمى. ماشي، انا اللي يهمني الفرص اللي بتكلم عليها، الفرص الاون تارجت اللي هي فيها الفرصة فعاليه، اللي هي فيها اللي هي الفرصه اللي هي خلاص جون. خلاص لما اكلمك ان فريق ليه ثلاث فرص وجاب الثلاثه هنقول صدفه، طب ثاني ماتش ليه ثلاث فرص برضو اون تارجت وجاب اثنين. لا هنا مش صدفه، هنا مش صدفه. هنا عنده لعيبه عندها قدره انها عندها اللمسه الاخيره مميزه، عنده لعيبه بتعرف تخلص، عنده لعيبه بتستفيد جدا من الضربات الثابته طبعا. طب فريق الاتحاد دي عناصر القوه اللي فيه، اول حاجه المثلث الهجومي، تاني حاجه الضربات الثابته، فريق الاتحاد بيستغلها كويس جدا، تالت حاجه الفعاليه الهجوميه. طب الثلاث نقط دول فايلر عارفهم؟ فايلر عارفهم. طب فايلر عموما بشكل عام فايلر بيذاكر المنافس كويس لكن ما بيغيرش سيستمه. يعني فايلر مش اللي هو ان النهارده هلاعب الاتحاد، طب الاتحاد خطر، طب انا هلعب باثنين ارتكاز صراح، لا فايلر ما بيغيرش سيستمه، بس بيدي زي ما نقول ايه، بيدي مهام اضافيه لبعض اللعيبه. تمام، السيستم العام ما بيتغيرش. فايلر انت ممكن يكون ليك مهام معينه في مباراه معينه، لكن مباراه اخرى هيبقى ليك مهام مختلفه. هقول لك مثلا زي مين، هقول لك زي مين، زي وليد سليمان. وليد سليمان برضو في حاجه بالمناسبه عايز اتكلم فيها. وليد سليمان يمكن كنت بتفرج على مباراه الاهلي الاخيره والقبل الاخيره مع حد زميل ناقد رياضي، فقال لك هو وليد سليمان ليه ما بيلعبش 90 دقيقه، هو ليه فايلر بيغيره؟ يا جماعه فايلر راجل فاهم كوره، فايلر عارف كويس ان هو هياخد من وليد سليمان كفاءه عاليه جدا في 60 دقيقه. طيب وليد سليمان يقدر يكمل ال 90 دقيقه، هيلعبهم وهيبقى حلو، بس ال 30 دقيقه الاخرين مش هيبقى بنفس كفاءته 60 دقيقه. خاصه بقى ان وليد سليمان من اكتر لعيبه في الملعب اللي بتاخد مهام من فايلر، بياخد مهام دفاعيه وهجوميه مزدوجه. وليد سليمان ده بتبص الكره هتترفع عرضيه، وليد سليمان ده اللي داخل جنب جوني رجائيه، وليد ازارو عامل مهاجم تاني. طب الكره اتقطعت، وليد سليمان من اول الناس اللي بتلاقيها ترجع مع السوليه وقال ديانج يقفل. طب ما هو ده مجهود زياده. طيب على وليد سليمان نقطه الضعف اللي فريق الاتحاد الاسكندري ايه؟ انا مش شايف فريق الاتحاد بصراحه نقطه ضعف، انا مش شايف. اصل سبب انت بتتكلم برضو زي الاهلي، انت بتتكلم عن ثالث اقوى هجوم وثاني اقوى دفاع، فمستحيل تتكلم تقول اوه خلي بالك نقطه ضعف كذا، او انا مش شايف ان هي فرقه. ده هو كمان عنده اثنين ارتكاز عاليين جدا في حته الخروج بالكوره، نور السيد ومانجا، ده دول بيخرجوا بالكوره كويس جدا جدا وبيلعبوا على الارض وما بيشتتوش الا في حاله الضروره. فاثنين بيساهموا في عمليه بناء الهجمه، وكمان بيمدوا المهاجمين بكرات طوليه مع سرعات على الاجناب. مع فرقه زي الاهلي وفايلر بتلعب هاي لاين، انت هنا ممكن يشكل عليك خطوره. فاكيد اكيد اكيد فايلر. اذا هي اقوى مباراه بكره في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، اقوى مباراه للاهلي في الدوري. اقوى مباراه خاضها الاهلي بشكل عام مع فايلر كانت الزمالك ثم النجم. دول اقوى مباراتين للفايلر، لكن اقوى مباراه في الدوري حتى الان، حتى الان هي الاقوى في الدوري. وهي وهي كمان اللي هتقدر من خلالها تطمن على جاهزيتك لافريقيا وانت رايح لبلاتينيو ان شاء الله باذن الله. هتبقى مباراه غايه في الاهميه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها باذن الله تعالى. بالتالي انا عايز اتكلم معاك شويه بقى على الاهلي وكيفيه تفكير مستر فايلر في هذه المباراه، وتتوقع استراتيجيته بكره تبقى عامله ازاي. لا هو فايلر انا كل ما اتوقع له حاجه يفاجئني. يعني فايلر اكتر مدرب انا شفته بيفاجئني من ساعه ما جه. ليه توقعاتك كلها صح يعني؟ لا توقعاتي كلها مش صح، يعني انا بقى متوقع مثلا ان هو هيلعب، يعني ما فيش حد في مصر فايلر جه اول مباراه خالص كنا بنلعب كانوا سبورت بره، الراجل اللي هاجم بصلاح محسن، ما كانش حد يتوقع انه هاجم، وصلاح محسن جاب جول وكان مقدم مباراه عاليه، وكان وليد سليمان لسه راجع من الاصابه، بالاصابه لعب بيه وجاب جول، ولعب عادي الجونين اللي انت جبتهم باثنين لعيبه انت ما كنتش حد يتوقع انهم هيشاركوا ساعتها. لا تعالى بقى في الزمالك يوم الزمالك، انت ميتشو ساعتها وفايلر الاثنين حاولوا يلعبوا بسلاح المفاجاه، واحد نجح والثاني زي ما بنقول ردت في صدره. ميتشو عمل مفاجاه جلت منه، لكن فايلر ساعتها عمل ايه؟ ده نزلك جونيور اجاي اللي هو بقى له شهور ما بيلعبش. ده جونيور اجاي كان مع لاسارتي ما بيلعبش، وفتره بعد لاسارتي ما بيلعبش، ونسمع انه عنده مشاكل بدنيه، ونسمع انه مش جاهز، ونسمع انه وزنه زاد، وينزل في الاخر مع ماتش الزمالك ويجيب جونين ويبقى اهم لعيب ونجم المباراه. لا ده يبقى المدرب ده بقى يعني ما هو حاجه من الاثنين، يعني المدرب ده فاهم قوي. مقتنع انت قوي بمستر فايلر؟ ما هو لسبب، انت كوره في مقدمات بتأدي النتائج. انا المقدمات شايفها. ما هو انا شايف دلوقتي اصل برضه القصه ايه؟ لا بس انت حتى مقتنع بخلاف التحديات الصعبه اللي ممكن يواجهها، يعني قبل التحديات دي انت هقول لك ليه، هقول لك ليه. مدرب مش كويس، مدرب ممتاز. وسبق وقلتها وبعيدها تاني وباكد عليها، افضل مدرب اجنبي دخل مصر في اخر 10 سنين هو فايلر. مفيش مدرب، لسبب هو المدرب الوحيد اللي دخل من المدرسه الحديثه، المدرسه اللي بتلعب كره متطوره. فايلر دخل وفي جيبه شويه تكتيكات حديثه ما كانتش بتطبق قبل كده في مصر. مفيش مدرب في مصر قبل كده مع اهلي مع زمالك مع منتخب يلعب هاي لاين. معاك اللعيبه ومعاك الامكانيات، ما كانش لاسارتي ما كانش بيلعب كده. مفيش مدرب مارتينيول اللي هو اسم كبير جدا في عالم التدريب ودخل الاهلي من كام سنه ما لعبش هاي لاين. طب انت فايلر بيلعب معاك هاي لاين لسبب بسيط، انت الاهلي. ما هو برضه بالعقل، انت مفيش يعني انت بتبدا المباراه لو ما بتلعبش هاي لاين المنافس بيبقى خايف منك اول ربع ساعه.
بحكم اسمك وبحكم تاريخك وبحكم لعيبتك ايا كان المنافس مين. طب انت ما تستغل الادفانتج ده الفرصه دي وتروح تضغط وتخلي الخصم كده 90 دقيقه يعني خلي الخصم كده 90 دقيقه انت ليه تخليه اول ربع ساعه وبعد كده يبدا يعمل كام باص ويطلع بهجمه عليك وياخد ثقه منك. ما هو في النهايه انت بتلعب 11 قصاد 11 والفرقه الثانيه فيها لعيبه كويسه برضه بس هو بيبدا خايف منك انت استغل دي. مستر فايرل بيستغل دي. مستر فايرل هو اول لاعب اول مدرب في مصر كلها اتنين صنع لعب قفشه وليد سليمان محدش قبل كده جربها زي ما نقول جوزيه برده في الفتره لما جه الاهلي عمل كام تكتيك جديد كده ابهر بيهم الدنيا وسيطر بيهم على الدوري وعلى افريقيا كام سنه صح. كان برده شويه تكتيكات محدش لسه دخلها الكوره في مصر. اول واحد كان يلعب اتنين ارتكاز طيب. كان طول عمر الكوره في مصر تلعب ارتكاز واحد وقدامه اتنين. بعد الاعلان عن القائمه تتوقع التشكيل يكون ايه بكره؟ تعالى نتوقعه مع بعض كده. في حراسه المرمى الشناوي. لا ما هو في مراكز لا خلاف عليها ماشي خلينا الشناوي اعتقد هاني اعتقد معلول لا انا اعتقد ان هو ممكن يفاجئني اصلا ما هو فتحي موجود في فتحي جاهز ويمكن الكابتن سيد حتى قال امبارح الثلاثه جاهزين بس هو زي ما بقول لك هو مستر فايلر فضل يريح ربيعه يعني يديله راحه زياده اعتقد ان هو ممكن يفاجئني ويلعب بفتحي قلب خاصه بعد ما حصل ماتش الهلال يعني بعد ما وجربه قبل كده ده فتحي اصلا هو اصل كلمه جوكر دي مش من شويه فتحي بفتحي متمرن يلعب لك في كذا مركز فما عندوش مشكله كمان مستر فايلر بيحب حاجه في المساك بتاعه انت ما تبقاش دفاعيا بس عالي في مدافعين في الاهلي كدفاعيا قلبين قلوب دفاع اعلى كتير من فتحي لان فتحي دي مش مركزه لكن فتحي بيدي ميزه كبيره لمستر فايلر بيخرج الكره صح مستر فايلر بالنسبه له قلبين الدفاع وصناع لعب من ورا انا بقول ربما لان انا شايف مستر فايلر عملها قبل كده ونجحت واحمد فتحي نفسه متعود عليها كمان ان احمد فتحي انت دايما كمان المدرب بيحب دايما في خطته بيبدا 11 لعيب او 10 لعيبه وحارس مرمى ال 10 لعيبه دول يحب يبقى فيهم 3 4 جواكر عشان لما يحب يغير التكتيك يفاجئ الخصم يعني احمد فتحي ده بدات بيه مساك فجاه عايز اجيبه يمين فجاه عايز اجيبه ارتكاز فجاه عايز اجيبه شمال بيلعب في كل حته ما شاء الله. طب انا عندي لعيب بيديني يعني امتيازات عاليه جدا فنيه وتكتيكيه يبقى ابدا بيه في لعيبه كتير في الاهلي فيها الميزه دي فايلر كمان المباراه اللي فاتت يمكن خلينا بس نكمل التشكيل وارجع لك تاني الراجل ليه كام هاني ومين تاني اعتقد هاني ومعلول معلول مفيش ماشي معلول اوكي الاثنين مساكين الاثنين اعتقد ان ممكن يفاجئني فتحي اصل انا دايما بحاول احط نفسي مكان فايلر من كتر المفاجات اللي انا شفتها منه بحاول افكر هو ممكن يفاجئني بايه يعني انا دلوقتي مش بفكر نورمال انا بفكر هو ممكن يفاجئني بايه فانا ده بيبقى عنصر ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي لان المدير الفني اللي هيقابلك مش عارف انت هتعمل ايه ما هو مش عارف وحاجه ثانيه انت كل المفاجات اللي عملها فايلر قبل كده نجحت بالظبط انا لسه بعيد معاك من اول ماتش مع كانو سبورت ثم الزمالك كمل بقى لحد النهارده كل ما بيجي يفاجئ فرقه اول مره خالص فايلر يلعب باتنين صناع لعب كان قدام الجون انت كسبت 4 انت فاجئت الجون ليه الجون بتلعب بتكتل عالي انت فاجئتها باتنين صناع لعب وثلاثه مهاجمين عملت عليها طوفان صح نص الملعب نص الملعب السوليه عوده السوليه السوليه وتالق ديانج السوليه وتواجد لا لا السوليه السوليه لا خلاف عليه مع كامل احترامي لتالق ديانج السوليه اهم لعيب في توليفه فايلر هو السلية. مهم جدا في الحقيقه مش مهم جدا ده مهم بشكل لا تتخيله السوليه خلينا نكمل التشكيل وهرجع لك تاني عند السوليه السوليه قفشه وليد تمام هيبتدي بوليد ولا لا 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 هيبتدي بوليد هيبتدي بوليد هو انا ارجح ان هو هيبتدي بيه لان هو المره اللي فاتت هو نزل وليد اخر 25 دقيقه ما بداش بوليد يوم الاسماعيلي طيب وينج رايت وينج ليفت مين اعتقد ان هو ممكن يلعب باجاي وينج والشحات ما اعتقدش ان هو هيبدا بالشيخ ما اعتقدش وهيلعب بازار ازار خاصه ان هو على حد ما اعرف يعني ان هو يعني ازاره خلاص عشان الناس كانت كتير اتكلمت على ان ازاره ماشي ازاره مش عارف ايه لا ازاره بنسبه كبيره مش ماشي مفيش الكلام ده ازاره مكمل والراجل مقتنع بحاجات فيه وعايز يطور حاجات ثانيه الراجل طبيعي حتى كان ما هو ده طبيعي جدا اصل وده دور المدرب انت عندك في ايه انت عندك اتنين مهاجمين اقوياء جدا في الاهلي بس المشكله المميزات اللي عند ده مش عند ده فبيضطر مستر فايلر كل مباراه يشوف اضحي بايه على حساب ايه يعني وليد ازارو عنده مميزات رهيبه لكن عنده عيب او اتنين اجايه عنده مميزات رهيبه لكن عنده عيب او اتنين المميزات اللي في اجايه مش موجوده في ازارو اجايه بيقف على الكوره حلو قوي اجايه مهما كان اللي حواليه اتنين تلاته ما بيفقدش الكوره اجايه كمان رؤيته عاليه جدا في صناعه اللعب لزمايله اجايه ممكن ينزل ويلعب مركز 10 هو كمان ما عندوش مشكله بالاضافه ان اجايه مرن جدا اجايه ممكن يلعب جناح يمين جناح شمال مهاجم ممكن يلعب مركز 10 المرونه دي مش في ازارو ما يلعبش لا سنتر فيرود ازارو ما يلعبش لا مهاجم ازارو ما ينفعش يلعب جناح
لو لعب جناح مش هيأدي بنفس الكفاءه. طب العكس بقى، ازارو في ايه مميزات مش موجوده في اجايو، مش موجوده في حد جوه الدوري المصري؟ ازارو اعلى معدل تصارع للعيب جوه الدوري، ازارو اكتر لعيب بيضغط على الدفاع حتى من قبل ما يجي فايلر، هي دي طريقه فايلر. لكن من قبل ما يجي فايلر ازارو كان بيعملها من نفسه، دي امكانيات لعيب. ازارو كان بيروح يضغط على المدافعين، ازارو احنا نفتكر في السوبر قبل اللي فات هو اللي كسبك ضغط على الحارس وخد منه الكره وسجلها. ازارو بيعمل الحكايه دي، فدي مهمه جدا في توليفه فايلر. فايلر من المدرب اللي بيضغط عالي، فعنده لعيب زي ده سريع جدا وقوي جدا، فعارف ان هو هيغلط اي دفاع. لكن المشكله بقى عند ازارو ايه؟ الفينش لازم يتطور عنده. حاجه تانية، رؤيته مش زي اجاي، عشان كده دايما تحس ان هو مثلا الماتشات المهمه قوي مستر فايلر بيلعب باجاي، رغم ان هو عارف ان اجاي مش بنفس سرعه ازارو. ازارو سريع جدا. طب بالتالي مباراه بكره مهمه قوي، ممكن يلعب باجاي كمهاجم؟ ما هو ممكن يلعب باجاي، بس انا اعتقد انه هيلعب الاثنين. اعتقد انه هيلعب بالاثنين لسبب، انت عارف ان الاتحاد، انا ده كله باني توقعي ده على فرضيه ان الاتحاد مش هيلعب ماتش مفتوح. الاتحاد ممكن يفاجئني بكره، انا قلت لك لو الاتحاد هيفاجئني بكره هيلعب بالاربعه اللي احنا قلناهم. لو لعب بالاربعه دول يبقى الاتحاد بيهاجم. لو لعب بالاربعه دول يبقى الاتحاد هيهاجم، يعني هجمه وهجمه والماتش رايح جاي. لكن الاتحاد لو لعب بثلاثه بس منهم يبقى في سبعه من العشر لعيبه دول مجهود دفاعي. طب لما يبقى عندك تكتل زي ده انت عايز تحله، ما انت برضو اجاي لما يلعب جناح اجاي على طول بيخش لجوه بيضم لجوه، فلما انت يبقى عندك كثافه جوه منطقه الجزاء وكثافه في وسط ملعب وراه، انت بتضمن اكتر من حاجه. بتضمن اولا الفرصه بتاعتك لو هتسجلها ما سجلتهاش هتاخد السكند بول وتفضل تعمل هجمه تانية من جديد وتفضل زانق المنافس بتاعك في ثلث ملعبه، فانت عايز لعيبه تنفذ لك الفكر ده. كمان الاتحاد ما هواش الفريق، يعني مثلا ما هواش الترجي في افريقيا في ملعبه، فاللي انت هتلعب يبقى ازارو. لا انت ممكن تلعب بالاثنين، انا ممكن فايلر كمان، انا دلوقتي بيبقى عندي ساعات هاجس يلعب بالاثنين بس واحد فيهم يبقى شاطر. لا انا ممكن، لا ممكن فايلر يفاجئني خالص ويلعب بخطه ثانيه، اصل فايلر كل 3 4 ماتشات ممكن يجرب لك تكتيك جديد. انا فايلر يعني فايلر في بدايه مباراته خالص كان بيلعب 4-2-3-1 الكلاسيك اللي احنا عارفينه. هل الكلام ده ممكن يعمل لخبطه عند اللاعبين في اذهانهم؟ لا لعيب محترف، لعيب المحترف لعيب الكبير، اصل انت في الاهلي مش بتجيب اي لعيب. اصل احنا بنشوف برضو في دوريات اوروبا ولا كلهم محترفين وكل حاجه، ممكن مدير فني يكون بيجرب اكتر من تكتيك على مدار فتره كبيره، فاللاعب يشتت من واجباته بالظبط، ما تبقاش محدده بحفظ حاجه معينه. كلامك ده صح، لو بيتغير مدير فني كلامك ده صح، لو اللعيبه جودتها قليله او كفاءتها قليله او عقليتها الاحترافيه قليله. طب انت بتتكلم في الاهلي، الاهلي جوه مصر هي اعلى جوده في لعيبه، اعلى عقليه احترافيه، منظومه كلها ناجحه. فانت عندك خامات اللعيبه اللي تنفذ لك فكرك. انت كان فاضل بس، يعني دايما انا كنت بشوف الحلقه اللي ممكن يبقى فيها مشاكل جوه منظومه النادي الاهلي هي المدرب. لان انت باستمرار عندك لعيبه في اخر 20 سنه، عندك لعيبه مميزه، عندك اداره مميزه. دايما الحلقه اللي ممكن يبقى فيها مشكله هي المدرب. طب انت دلوقتي معاك الحلقه دي قويه جدا، فايلر. فالثلاث حلقات بتوعك اللي ينجحها اي سيستم اقوياء جدا. اللعيبه بتاعت الاهلي يا امير، ده انت كلمه روح الفانيلا اقترن بلعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي بيبقى عندها روح وحماس وعقليه، ومفيش خامه لعيبه اللي هو ايه، في لعيبه كتير ولعيبه كبيره ومهاراتها عاليه جدا، بس عادي الفرقه خسرانه واحد تحس ان اللعيب ما عندوش روح، تحس ان اللعيب مفيش مشكله موظف. طيب انت بتتكلم في جزئيه صح على فكره، جزئيه ان هو دي ممكن تشتت لعيبه، لكن المدرب الفاهم هو اللي بيبقى عارف لعيبته هتتشتت ولا لا. فايلر ما غير الطريقه اكتر من مره، ثلاث مرات فايلر بيغير الطريقه، بالاضافه ان هو احيانا في قلب المباراه الواحده بيغير الطريقه اكتر من مره. طيب انا عايز اسالك سؤالين سريعا. السؤال الاول، مين اكتر واحد يقدر يعوض غياب رمضان صبحي؟ يعني رمضان جاب المباراه اللي فاتت، لعب مكانه مين ساعتها؟ جاي الشيخ او احمد الشيخ، عفوا هو اللي لعب. انت شايف مين اكتر واحد يعوض غياب رمضان صبحي؟ فايلر. ازاي؟ في التكتيك، يغير التكتيك. فايلر، لان رمضان يعني اتوقع البديل المناسب جدا ليه، يعني لو احنا في يناير دلوقتي كنت هقول لك كهربا، لان كهربا ده لعيب مميز جدا ولعيب عالي ولعيب فنياته عاليه، وبالاضافه ان هو كمان جوكر هجومي، ده سنتر فورورد شغال، جناح شغال، فما فيش مشكله. لكن حاليا انت بترجح ان التكتيك هو اللي هيتغير؟ اترجح التكتيك لسبب مستر فايلر جرب دي الماتش اللي فات، الماتش اللي فات اوقات كتير اصلا الوينجين بتوعك الشيخ والشحات كانوا هما اللي بيخشوا صناع لعب في القلب. وبتبص تلاقي الخطوط. طب لو ما غيرش التكتيك يبقى مين؟ لو ما غيرش التكتيك اعتقد هيلعب باجاي وازار المهاجم. طيب توقعاتك للنتيجه؟ اعتقد تعادل او 1-0 للاهلي، فرق جون. يا تعادل يا فرق جون للاهلي، ما اعتقدش انها المباراه المفتوحه العاليه اللي هتخلص فرق 3 أو 4. لا انت، ما هو اللي بيحكم المباراه المنافس. اكيد المنافس، صح. المنافس بتاعك محترم جدا. طيب وقوي جدا. خليني اعيد على المشاهدين قائمه النادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها منذ دقائق لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري، زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم على الشاشه. في حراسه المرمى شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع ايمن اشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، احمد فتحي ومحمد هاني، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السوليه، محمد مجدي
قفشه، وليد سليمان، احمد الشيخ، وحسين الشحات، وجيرالدو، واليو ديانج. في خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو وجونيور اجايين. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، وخطوه جديده اخرى هامه جدا في مشواره في هذه البطوله. يا وليد نورتنا وشرفتنا. انا اللي سعيد وانا معاك. بشكرك حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ وليد زينهم الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بروزل يوسف كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، وكلمنا بنظره تحليليه لمباراه الغد ما بين الاهلي والاتحاد، وان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. بكره حلقه جديده على مدار 45 دقيقه قبل المباراه عشان نقول كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق قبل لحظات من انطلاق اللقاء. باذن الله الاهلي يكون فائز في هذه المباراه. الى اللقاء.